بكم، مرحبا بكم في مطبخ الجزائر أنوان. معكم شيف تقوى، جيتكم من بلدية أولى الدراج ولاية المسيلة، وأكيد شيف تقوى مشهورة ماشي وحدها، ديما كاينة شيف تقوى الصغيرة وشيف تقوى الكبيرة اللي هي ماما. مرحبا بك ماما، شرفتي المطبخ تاعنا نهار اليوم. السلام عليكم، مرحبا بكم، صحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، نصوموه إن شاء الله بالصحة والهنا. إن شاء الله نشكر قناة الجزائر أنوان على حسن الاستضافة، على حسن الاستضافة ولا تقديم هذه الأطباق الشيقة. ماما اليوم جبتينا إن شاء الله ديما الاطباق تاع ماما كيما يعرفوها، تجيب لنا حوايج من كل بلاد، واليوم سافرنا لتركيا. ماما درت لنا اليوم، واش درتي لنا باذن الله؟ ان شاء الله راح نديروا محاشي باذنجان اللي بالتركيه يقولوا لها كارنيارك. نبداو بسم الله ماما. على بركه الله. اول حاجه نسخنوا الزيت تاعنا مليح، ومن بعد نوجدوا الباذنجان. ديما نسخنوا الزيت ومن بعد نفتحوا الباذنجان بهذه اللي كيما راهي دير ماما. علاش؟ باسكو الباذنجان يسخن، بصح الا كنتي حابه زعما عندك كونتيتي كبيره وحابه تخدميه وتوجديه، ديما ديري في ريسيبيون فيه الماء والملح وشويه ليمون، لي ترونش تاع الليمون هكذا، باش الباذنجان ما يكحالش. تخليه ومن بعد تنحيه تنشفيه ومن بعد ديري في الزيت. دونك حنايا كي راه الزيت ديجا راه سخون، رايحين نديرو كيما راكم تشوفوا هكذا، نحو غير فتحه واحده برك، ومن بعد نقسموه في النص، وما تحاولوا ما تخلوش الباذنجان يخرج لكم من الموسم، يخرج لكم ما يفتحش الباذنجان على الجهه هذه، على الجهه هذه وما تحلوش منها، خلوها ديما الشابو تاعها فيها، ما تنحوهاش. بسم الله. بسم الله على بركه الله. واول حاجه ثاني كي نديروها نديرو الباذنجان على الوجه تاعو هكا باش ما يكحاش، نبدا نطيبو على الوجه تاعو ومن بعد نقلبوه. الباذنجان تاعنا نقسموه في الوسط، حاولوا ما تخرجوش الموس من هي. بسم الله، ونديروه على الوجه نتاعو. بسم الله. ومن بعد في المومون اللي يكون يطيب فيها الباذنجان نروحو نوجدو الحاشو. في الحاشو تاع الكارنيارك واش فيه ماما؟ فيه بصل، فيه فلافل بالالوان. تحبوا ديروا الفلفل بالالوان ولا بالاخضر نورمال؟ فيها طماطم حب، فيها طماطم كونسيرف، فيها لحم مرحي، فيها ملح، فيها فلفل اكحل، وفيها ثوم ومعدنوس وشويه من الزعتر. داكور، نبداو بسم الله. اول حاجه باش نديرو ماما، نديرو شويه زيت، نفتحو عليها شويه زيت، شويه زيت، ونديرو شويه زبده باش ما يتحرقناش الزبده، نديروها معها نديرو مع الزيت الزبده، ديما ديرو من الزيت مع الزبده باش ما يتحرقناش الزبده. خلوها تذوب شويه، نديرو معها نص البصل، ياك نديرو نص، ديري تقريبا نص وزيدي شويه. مشاهدينا هذا كارنيارك، صح تشوفوا بلي راه كاين، تشوفوا كي نقولوا حنايا اللحم مرحي، يعني اللحم مرحي وشويه يكون طبق غالي، بصح بالعكس هو طبق بزاف اقتصادي. علاش نديروا حشو شويه؟ بصح يحشي لنا كميه كبيره من تاع الباذنجان. دوكا دوكا وحنايا مع البروسيس راحين نفهموا، تشوفوا كيفاش قصدي انايا. نقلوا البصل مع الزبده وزيت. ماما واش مالفه ديري تقولي لي ديما ديري البصله مع من نديرها باش تطلق لي الكراميل تاعها؟ لازم نقولها لك. نديروا معها شويه سكر، السكر هذا يطلق لنا واحد البن في البصل، ما تصوروش كيفاش، وما تخرجش الحلاوه، غير شويه، غير قرصه تاع سكر، غير شويه قرصه تاع سكر يعطي ذيك البنه تاع الكراميل. ما نديروش الملح. علاش ما نديروش الملح؟ لاخطرك رانا دايرين اللحم، واللحم كي نديروا له الملح من الاول يطرق العصاره تاعو ومن بعد يولي يابس، حنا ماذا بينا اللحم يكون طري. دونك نديروا البصله، هي شويه تقلات شويه، ومن بعد نزيدوا ماما نديروا الفلافل. فلافل كل واحد واش يدير اللي عنده، نديروش كامل يا اخي باش نخليهم للبرغل. ان شاء الله نديروا نص. ديري
وديما بلا ما ننساو نحركو الباذنجان تاعنا، ما تخلوش يتحرق او يطيب ثم. وباش نعرفوه بلي طاب ولا لا، ديما نجيبو الفرشيطه ونلوحوها في النص هكذا، كي نلقاوه هي بس معناتها ومازال ما طابش. طبيعه الحال مازال ما طابش دركا، شوفوا ديك الالوان الجميله، لانه يعني هو في الطبق الرئيسي يديروه ديما يديروه بالفلفل الاحمر، بصح حنا حبينا ندير لكم طبق متنوع ومتلون ويشهيكم في رمضان اقتصادي اكيد. انا يعني قلت يعني اللي ما عندهاش تقدر تدير فلفل الاخضر وحده، فلفل الحلو، فلفل الحار، اللي يحب الحار وننصحكم ديروا الحار. علاش؟ باش اللي ماشي حمج حيجي حار بزاف، واللي يحبوا الحار يكثروا الحار نورمال. تقدموه في اطباقكم كطبق رئيسي في رمضان، تحبوا ديروه للضياف كي يجوكم الضياف ثاني بزاف يحمر الوجه. الاتراك يديروه للنفس بزاف بزاف صح؟ اكيد. علاش يديروه للنفس؟ لانه طبق بزاف مفيد وغني، عليها يديروه للنفس. احنا في العائله تاعنا اللي تنفس ندير لها انا هذا الطبق، نقول لهم الطياره تحطكم في تركيا، وماما تدي لهم التقليدي. نحبوا التقليدي احنا الجزائري، اكيد التقليدي الجزائري نفتخروا به. نحبوا الشخشوخه، نحبوا احنا في امتلاء عندنا، في امتلاء عندنا الشخشوخه، عندنا الصفيطي اللي يجي امتلاء اهلا وسهلا به. اوفا نقولوا مسيلة بسعادة ولا الدراج. تحية لبلادي بسعادة. يعني ماما بسعادية وحنايا اولاد الدراج. مبروك عليك ولايتي، مبروك عليك الولاية، ان شاء الله التقدم والازدهار والرقي، ان شاء الله الكامل ولاية الوطن، ان شاء الله كامل الجزائر التقدم لها والازدهار. هو يذوب البصل مع هذه الفلافل، وحنا واش نديروا ناريمال؟ نزيدوا لها اللحم. اللحم شوفوا كميه صغيره تاع اللحم، ديري بالمعرف تاع الاخر خير، كميه صغيره تاع اللحم دير لكم يزي ماما ياسر. هذه دير كميه ما شاء الله من الباذنجان من الحشو. نبقاو نحركو فيه باش ما يطيبش شاد روحو. تحاولوا ما تخلوش اللحم يطلق العصاره نتاعو ذاك الماء، هيه ما نقصوش عليه الغاز بزاف باش ما يطلقش الماء. نتوما تحركوا باش ما يتحرقش الفلافل والبصل واللحم. احنا نحركوا حتى يتغير لون اللحم. ماما هو يتغير لون اللحم واش نديرو؟ واش رايك نديرو؟ نديرو التوابل. نديرو توابل، كون نديرو توابل من الاول يتحرقوا التوابل ويطلقوا لنا هذيك المروره هذيك تولي مش مليحه. خلاو يرقوا هنايا باش تاع المراره في الفم. ماشي حنايا صايمين ومن بعد نزيدو ناكلو حاجه محروقه. ان شاء الله نصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله يا ربي لكل الامه الجزائري الامه الاسلاميه عامة والجزائر خاصة. ان شاء الله يا ربي، ربي يتقبل منا ان شاء الله الصيام والقيام ان شاء الله لكل لكل مشاهدين ان شاء الله. دوك واش راح نديرو هنا؟ دوك نديرو التوابل. دوك نديرو التوابل، نديرو الملح، عندنا الملح. شوفوا باش نقول لكم برك مشاهدينا هذا الطبق يحب بزاف الملح، سما مت حتى راح نزيدو له الفراميج كامل انواع الفرماجي عندكم. عندنا فلفل اسود يحب الملح بزاف، عندنا زنجبيل، وشيني هي الحاجه اللي راح تطلق له بنه جميله جدا بنينه بزاف بزاف، هو السماق. السماق السماق يديروه بزاف، هو التابل اللي يديروه بزاف يستعملوه الاتراك والمشرق كما نقولوا كامل، تركيا، لبنان، سوريا، فلسطين. نديرو شويه فلفل، ثوم مرحي بودر صح، ونزيدو ثاني الثوم الطازج. الثوم الطازج ما نديروش حتى من بعد باش ما يتحرقناش، هو ثاني سهل الاحتراق. ماما تعيشي اعطيني الفرشيطه معاك.
باش نقلب برك نشوف هذا اسكو طاب ولا لا. تفضلي مي. صحيتي امي. هو بدا يطيب، بقاو نحركوا فيه على الجوانب بشويه، قلبوه بشويه كل مره قلبوا جهه على جهه كل مره حتى يستوي. وعندكم تتحرقوا هاكي ماما. شكرا. عفوا. باش نديروا دوكا انا رينان بعد ما درنا الثوم. درتي ثوم ولا مازال؟ مازال ما درتش الثوم. صح، نديروا الثوم. عندنا شويه ثوم، ما تكثروش بزاف باسكو انا درنا ثاني ثوم غبره. اللي ما عندوش الغبره يزيد شويه كثر الثوم، باسكو اللحم يحب الثوم. ايه خاصة هذا الطبق. ماما من بعد ما نديرو الثوم ان شاء الله نديرو طماطم ولا قطعة، نكونو قطعنا نحينا لها الكشور وقطعناها. ونديرو طماطم. ديرها كل. ايه ديريها كامل. صح. ديرو شويه معدنوس يا اخي. ديك الريحه راح تشهي والله. لا ان شاء الله تجربوه، الريحه تاعو راهي تسخف تهبل. لازم تجربوه، وكي تجربوه لازم تبحثوا لنا في القناه في الجزائر انوان، تبحثوا لي في صفحه شيف تقوى. انا عن نفسي اكيد راح نبارطاجي التجارب تاعكم. نزيدو واش نديرو انا ريمان؟ نزيدو المعدنوس. هكا نكونو خلصنا الحشو. هكذا ونديرو المعدنوس. هذه تكوني مزروبه جوك ضيافه على غيله ديري عادي، ما يديش الوقت، ما يديش كاع الوقت. طابت ماما صاي طفي عليها. طفي صاي. حطيني درك واش نوجدو. نوجدو شوفي الالوان باش نحطوه في البلاط تاعنا يا اخي ماما. لا هاكي قبل ما نحطوه في البلا عندنا لاصوص طوماط تاعو. ايه لاصوص طوماط تاعو. واش فيها ماما؟ لاصوص طوماط تاعو. عندنا طماطم مصبره. عندنا طماطم مصبره. عندنا ايه؟ ثوم. عندنا معدنوس. عندنا الزعيتره. عندنا الملح. عندنا الفلفل الاكحل. ايه هذه وشويه زيت. ايه وشوية. هذا مكان ما طيبش دوكا نوجدوها ومن بعد لنا نجبدو. هاو ريسيبيون. ايه. نديرو طبسي برك خفيف. واش نديرو فيه ماما في لاصوص؟ ايه نديرو فيه طماطم مصبرة كيما نقولو حنا في بوسعادة طميش. ايه بوسعادة يقولو طميش. ومن بعد نعطيك الماما ما. نديرو شوية حق نص كاس ولا بسم كاس. بسم الله. هاكا صافا صافا. اوكي الما يكون دافي شوية ولا سخون. نحرحلو هذيك الطماطم. واش قلنا نديرو فيها؟ نديرو فيها شويه ثوم. شويه زعيطره. على بالكم الزعيطره تطلق واحد الريحه واحد البنه. راكم تعرفوها. تمشي مع الطماطم طول. سيرتو في لاصوص طوماط تاع البيتزا. تمشي هادشي هايله. ديري ثاني ملح فلفل اكحل. ملح فلفل اكحل. فلفل اسود كما يقولوا اسود. وشويه زيت برك. ايه عندك الزيت ماما؟ ديري ديري شويه زيت. صافي يعطيك الصحه. نحطو هذا الخليط عندنا هنا. نحطوه في البلانو؟ نو اها سقوا عليها. اه صح اوكي. نكملو اوكي انتي شفتي تعرفي. نكملو هذه نحلو نعمرو نحشو ونديرو في البلا ومن بعد باش نديرو الصوص طوماط. اه صح داكور. دركا حنايا مشاهدينا ما بين مطابلي الباذنجان نعاودو نولي لكم ان شاء الله. اهلا وسهلا مجددا. بعد ما ولينا من الفاصل يا درا ماما واش راح نديرو دركا؟ من بعد ما نحينا وقلنا هذاك البيضنجان اللي قليناه في الزيت نجبدوه ومن بعد نحلوه. نحلو الوسط نتاعو هكذا هاو طايب كامل. تحلوش بزاف تحطوه ولا حتى يهبط. نو نديرو غير هكذا شويه. ومن بعد عندنا الفرماج نديرو فيه شويه فرماج في الوسط.
هذا فرماج دي بورسيون ولا اللي كاين تاع الكاري هذا كيما تحبوا كيما تحبوا نتوما اللي اختياريه اللي حبي دير اللي حب اللي يدير في كل الاحوال يخرج الكوت تاعها مليح. هذه على حسب طريقه الشيف تقوى باش نقولها لكم باسكو لانه الوصفه الاصليه ما فيهاش الفرماج. انا مرات كل مره نخرج حاجه ونجدد في حاجه كامل ربة المنزل ما شاء الله عليهم كامل دي شيف مع التجربه مع طيب كل مره يشوف البيت تاعها واهلها واش يحبوا سما هي دير واش يحب الاهل تاعها. انا البيضنجال شويه يعود شويه مع اهل السماطه وكل شيء نديروا له شويه ملح ومن بعد نجيبوا الحشو هذاك اللي رانا طيبناه طيبناه نعمروا الباذنجان تاع شفتوا ما شاء الله يعني درنا غير كميه قليله كما شفتوا وعمروا لنا زوج باذنجان كبير راني يعني قلت لكم هذه الكميه تحبوا تعمروا كما ماما راهي الله يبارك يدها زياده تعمر بالبزاف تحبوا ما تعمروش هكا شغل ديروا باش ما يغلبش الحشو بزاف على الباذنجان مي ما شاء الله يعني هذا قلت طبق بزاف صحي حتى الاولاد اللي يقراوا الاولاد في مرحله كاين الاولاد ما يحبوش الباذنجان يعني ما يحبوش الخضره يحبوش الخضره نوعوا لهم باش وطبيعة الاطفال يحبوا الالوان زعما وين يلقاو الالوان هكا تفتح الشهيه طبعا كما كنتوا ديروا لي فيها بكري ايوه ماما من بكري ملي كنا صغار دير لنا تجيب واحد لي بلا عاديين ومن بعد ديرهم الوان رسومات هكذا نعودوا نتعافروا انا وخويا باش ناكلوهم هي غير زروديه لفت كلش باسكو ما ياكلوهم ليش معروفه ولاد الصغار يحبوا كل شيء حلو وكل شيء هكذا ما ياكلوش الخضر طبعا واش راح نزيدو دروكا نديرو واش راح نديرو ناريمان دروكا نديرو شريحة تاع الفرماج نورمالمون طبعا ومن بعد نديرو فرماج رابي الله اختياري ثاني هذا بصح يعني ننصحكم تقدري ديريه الا كيعود عندك رابي وحده ولا تحبي ديري شرائح وحده تحبي ديريه مع بعضهم كيما حبيتو هي نورمالمون شريحة واحدة برك تقدر دير لك حتى 3 4 تاع الباذنجان نفتح لك ماما نعاونك هاتي نعاونك انتيا ديري هايو نديروها هنا هادي واه نزيدو شويه هنايا خلاص وكاين هنا خليط من فرماج غرياب فرماج عادي وفرماج تاع البيتزا اللي تباع عادي تحبوا ديروا فرماج تاع البيتزا عادي احنا في الدار نديروا غير فرماج تاع البيتزا عاديه مي كي يجو ضيف نتهلاو اليوم نتهلاو فيكم نتوما ان شاء الله اكيد نحاولوا نمدوا لهم الاحسن وكل واحد الاختيار تاعه أيه. هكذا ومن بعد واش نديروا نديروا هذيك لاصوص تاع طماطش اي طماطم ولا اكيد تكونوا سخنتوا الفرن تاعكم على درجه حراره 180 درجه البلا هذا ما يدي وقت في التحضير ما يدي ربع ساعه ما يديش وقت هي تشوفوا نتوما الطميش لاصوص طوماط تاعكم تشوفوها الطميش بسعاده واكيد لاصوص طوماط نديروها هي تشوفوها خثرت شويه وانتم سنحوه غير ما بين ما تخلص شويه الطماط مع مع الباذنجان لانه يعني كل شيء طايب ويذوب الفرماج ايوا هكذا حنا نديروا رشه تاع معدنوس يعني رشه تاع معدنوس رشه خفيفه برك هكذا نحطوا البلا تاعنا في الفور تفضلي ديريها في الفور عدنا من جديد باش نديروا الطبق اللي تابع المحاشي تاع الباذنجان ماما كاين اللي ديروا معاه البلي كيما ماما راح دير البلي ان شاء الله البرغل لانه هذا برغل مجمول وكاين البرغل الملحي المرحي وكاين اللي يدير معاه ارز وشاعريه كاين اللي يدير معاه ارز وحده طيب ابيض شغل كل واحد واش حب رايحه في الاذواق رايحه في الاذواق نديروا شويه زيت بسم الله اسمحي لي نديروا معاه الزبده خلو الزبدة والزيت يذوب
وكما قالت لكم الشيف قبيله ديما الزبده ما ديروهاش وحدها باش ما تتحرقش. نديروا البصل صدقوني هذه تجي بنينه بزاف حتى وما يكونش فيها اللحم. صح الا حبيتي زعما تحبي ديري اللحم ديري معاه مكعبات ديري معاه الدجاج قطعيه مكعبات صغير وما تكثريش بزاف غير شويه برك، ولا اللي ما عندهاش اللحم تقدر دير مكعبات الدجاج. تقلي البصله واش نديرو؟ نديرو الفلافل. نديرو الفلفل الملون. هذه راجع لاذواقكم، اللي عندها دير اللي ما عندهاش ما دير فلفل اخضر برك. اللي تاكل حار دير فلفل حار، واللي تاكل الحلو تقدر اللي ما عندها الاولاد الصغار تخاف عليهم من الاكل من الحار دير لهم الفلفل الحلو عادي، لانه يعني الفلفل مشهور بزاف بنسبه الفيتامين سي فيه بزاف حتى اكثر من تشينا. طبعا خلوه يتقلى مليح مليح. اها واش نديروا ناري ما ما بين ما تقلى نخلو الدجاج يتقلى مليح. نخلو البصله مع الخضره تقلى مليح. هذا البلي ها هو راه انا شمخته نقعته فيه شويه ماء شويه يتنفخ ومن بعد نشفوه من الماء باش نديروه. وكاين البرغل كما قلتها نريمان كي تشيشه هكذا كلشي مرحي يتباع في السبيلات. هذا ثاني كاين مي هذا غير كما نقولوا مش موجود بزاف بزاف وغالي شويه، يديروا البرغل تقدروا ديروا البرغل أو عادي او الروز، الروزين تصلح به هذا الطبقه هذه هكا تبقى تنوعوا في الماكله تاعكم وفي المائده تاعكم سيتو كي رانا في شهر رمضان. هذا الطبق تقدروا ديروه في محاشي نتاع دولما. ايه ما ديريش دولما ديري هذا اكيد. ايه دائما احنا نعاونوهم باش نوعوا في المائده تاع رمضان. نوعوا في مائده تاع رمضان. باش نديروه نخلوهم يذوبوا شويه ومن بعد نزيدوا الطميش. نزيدوا الطميش والثوم. ذابوا ماما ساي ذابوا شويه هذا الطبق درناه في حصه من البنات اللي قريناهم تحيه المتربصاتي. هذا كان من احسن الاطباق اللي عجبهم وكامل جربوه. علاش؟ باسكو ساهل خاصه هذه تاع البلي ساهل واقتصادي حبوها بزاف. انا درتها لهم مش ماشي بالقمح الكامل، هذا درتها لهم اللي يكون برغل. ايه بديناهم بالبرغل الاخر السمك تاعو يكون متوسط ماشي خشين بزاف وماشي رقيق بزاف. درنا طماطم ايه؟ نديرو الثوم ديرو مع معدنوس ومن بعد نديرو التوابل. عندنا الملح وانا ولفت بيدي هكذا ولفنا علمونا مواتنا جداتنا باش نهزو بيدينا. حتى تكوني شاف هكذا اكيد الام هي الشاف الكبيره هي اللي علمتنا لمسه اليد. عندنا فلفل اسود عندنا كي نقول لك انك تديري باللمسه تاع اليد. كل واحده كاين بزاف اللي عندهم يقولوا نفس طيب يعني ماكلتها بنينه كي تلوح عندنا اليد توابل. بركة في الامهات اكيد. عندنا توابل الدجاج ايه درنا هنا توابل الدجاج في بلاصه ما درنا مكعبات الدجاج ولا الدجاج. درتي فلفل احمر؟ راح ندير دوكا نديرو الفلفل الاحمر. كيما قلنا اللي ما تحبش الحار ما ديرش ما تكثرش ولا ما ديرش خلاص نورمال. ومن بعد دركا سقيه بالماء مرقوه بالماء. من بعد نمرقوه من بعد ما حمصناه مليح مليح دخلت التوابل في الفلافل والبصل ومن بعد نمرقوه بالماء. ما تكثروش الماء باسكو راه البلي راه مشمخينو في الماء. نزيد الماء ماما ماما لو كان يحبوا بالمقادير كاينين بزاف مبتدئات يقول لك زعما اعطيني الماء قداش ندير على حساب البلي. الماء ديروا كاس بلي بزوج كيسان ماء باسكو البلي ومن بعد يولي يتنفخ
اه كيما هذا الروز مي البلي ما يشربش الماء بزاف كيما الروز. درتي ملح درتي فلفل درتي كلشي اه. هيا ملح هو بدا يدير الغليان تاعو الغليان حنايا نديرو البلي البلي نتاع هنايا رانا درنا ديجا نقعناه في الماء ومن بعد هاو نشوف يبس ماما جو بونس الكارنيا ماما وقيلا الكارنياك صاي ربع ساعة اه مازال شوية خليه يزيد شوية اوكي هاو البلي تاعنا خلوه هكا نطيبوه ونسكروا عليه ما نحركوش عليه علاش باه ما يتعجنش يا اخي باه ما يتعجنش خلوه حتى يشرب الماء نتاعو وكما معروف عند الاتراك البلي ما يخلوهش وحده ما ياكلوش وحده يا ياكلوه باللبن احنا نقولوا ياورت ناتور ياورت طبيعي ولا انا جبت معايا هنايا فرماج طبيعي مش ياورت طبيعي يتباع برا معلب اكيد حبيت نزيد فيه شويه النكهات هكذا باش ما يبقاش باش ما يبقاش صامت كما نقولوا ممكن نزيدوا شويه فلفل كحل غير شويه فلفل كحل شويه ثوم بودره هكذا ونديرو شويه معدنوس عندنا معدنوس رانا موجدينو مقطع هذه طبقه سهله وسريعه ها هكا ونحرك هذه هي نقدر نديرو لاصوص هذه نديرو بها الساندويتش نديرو بها ها تحب دير بها لي ساندويتش نورمال هكذا دوكا نولي للتحلية تاعنا مرحبا مجددا ولينا بعد الفاصل لحاجة حلوة كما المشاهدين تاوعنا مشاهدي قناة الجزائر انوان دونك واش نديرو عندنا البراونيز البراونيز اللي يحبوه كامل الاولاد الكبار والصغار ديريه في المناسبات تاعكم في الاعياد الميلاد نروحوا دركا للمقادير عندنا المقادير تاعها بالكاس انا حبيت ندير لكم بالكاس لانه في كاين البيوت اللي ما عندهمش الميزان دونك ندير لكم حاجه مليحه وتصلح لكم وتقدروا حتى تجربوها ايوا اكيد هي شويه براونيز شويه اقتصاديه شويه ماهيش دونك نحو شويه من شويه شويه من حاجه هكا ونديروا حاجه مليحه واش فيها عندنا فيها ثلاث بيضات عندنا كاس ونص سكر احنا نحكي على كاس ام وليد كيما نقولوا الكاس تاع في كل بيوت الجزائريه دونك عندنا كاس ونص سكر انا اللي دايره هنايا السكر البني بصح اللي ما عندهاش سكر بني تقدر دير السكر الابيض عادي هنا برك باش نقص الحلاوه عندنا فيها نص كاس فارينه ربع كاس كاكاو عندنا قرصه ملح عندنا هنايا الجوز جبت نقول نكذبش عليكم جبت قيمه 5000 برك دير لي الجوز وقطعته هكذا وعندنا هنايا طابليطه تاع شوكولا دونك شوكولا اللي حبيت تحب ديروها تحبوا ديروا كاطو تحبوا ديروا شوكولا تحبوا ديروا ما ديروش كاع ثاني نورمال وعندنا هنايا 200 غرام شوكولا خلطت طابليطه تاع 100 غرام شوكولا نوار وكاينه ثاني 100 غرام تاع شوكولا بالحليب خلطتها مع نص كيس زبده ثاني منزلنا في كيس تاع ام وليد عندنا نص كيس زبده درتها في مع هذيك الشوكولا مع قطعتها ومن بعد درتها في حمام مائي خلطتها مليح تقضي بالميزان 225 غرام اه وزن الكيس هو 225 غرام مي لو كان تحب دير الزبده بالميزان تخرج لك 115 غرام يعني نص كيس انا قلت غير نص كيس كي نقولوا 115 110 قلنا 110 غرامات تاع الزبده ومن الاحسن تكون الزبده خير من المارغرين ونديروا 200 غرام تاع شوكولا دونك نبداو اول حاجه لازم تذوبوا انا ديجا درتها من قبل ذوبت الشوكولا والزبده باش يبردوا ومن بعد ندخلوا في نطلعوا البيض اول حاجه نديروا هي السكر قبل البيض ماما طلعي لي يا اخي عندنا نحطوا كاس ونص سكر بني وقلت لكم تقدروا ديروا السكر الابيض نديروها ونبقى نزيدك بالبيض بالحبه اوكي ماما انت تبقاي طلعيه لي في السرعه واحد اللي ما عندهاش الاخر الباتور نورمال تقدر تطلع بلا فوي دفاسون هو يطلع بلا فوي احسن بسم الله ماما ديروا بالحبه وبداو طلعوا كيما قلنا نديروا البيض بالحبه ديما البيض تاعكم قبل ما تحطوه ديما فرغوه
قادر تكونوا في الصيف يكون البيض خاسر، قادرين تشرو البيض ماشي صالح هكذا باش ما يفسدش مع عليه السكر ولا والبيض، نديرو بالحبه وديما نفرغوه قبل ومن بعد نحطوه لهيه. خلوه يتحرك مليح مليح ومن بعد نزيدو البيضه الثالثه. ها نديرو تقريبا قرصه ملح ونكملو البيض. عندنا ثلاث بيضات. قبل ما بين ما طلعت ماما البيض والسكر، انا واش راح ندير؟ راح نخلط الجوز، نخلطه مع الكاكاو والفارينه. علاش؟ باش ما يطيحليش الجوز، ما يطيحليش يقعد وحده، والفارينه تجي وحدها. دونك اكيد الفارينه والكاكاو كنا غربلناهم من قبل، ومن بعد نخلطوهم. هكذا شوفوا الحبه تاع الجوز كيفاش، شوفوا الحبه تاع الجوز كيفاش تخلطت مع الفارينه والكاكاو. كملي ماما حتى يولي الخليط ابيض. كاينه تدبيره سيدتي على جال البيض، كاين اللي يشرو البيض يغسلوه ويديروه في الثلاجه، خطا كبير، باسكو اذا تغسل البيض راه يولي يتنفس ويدخلوا الميكروب. خلوه هكذا ديرك ديروه في الثلاجه ومن بعد جبدوه، كي تعودوا راح تستعملوه اغسلوه. يغسلوه ويمسحوه ديما ثاني؟ طبعا يمسحوه. صاي ماما دونك نخلصو نكملو من البيتخا عامل باتور ونعاودو نكملو بلافوي. هاتي نحي عليك سمعي ستار اوتش ديزولي المونتاج. اه كملي بيدك. دونك بعد ما خلصنا طلعنا البيض والسكر، تقدروا هنايا تزيدوا زيت تاع زيت تاع لورانج ولا تزيدوا لافاني ولا الجوز دفاني ولا كيما حبيتوا، كل واحد والجو تاعو. وسيرتو زيت لورانج علاش؟ باسكو يحب الشوكولا مليحه بزاف تجي. دونك حنا من بعد ما برد هذا الخليط تاع الشوكولا، الخليط تاع الشوكولا والزبده، نديروه مع خليط السكر والبيض. قلت لهم يخلطوه في باماري. ايه قلت لهم بلي لازم يذوبوا في باماري، واللي عندها ميكرو اوند ديرهم مع بعضهم ديرهم في ميكرو اوند. ما تخليش طول، دوره واحده. ايه دوره ماشي شغل، كي نقول كل 15 ثانيه نحيه حركي وعاودي دخليه الميكرو اوند. وثاني ما لازمش يذوب البيض والسكر بزاف، ما يذوبوش مع بعضهم. علاش؟ باش تبقى هذيك الكروستيون تاع السكر تاع السكر، باش من بعد نفهمكم كيفاش يصلحوا البرونيز. القرمشه القرمشه وباش يجي واحد لابغيونس هكا تجي من الفوق. كملي حركي ماما. ماما روحي منا خير هكا باش نقدر نمدلك. صحه
بشويه باش ما يطارش معاك من الخليط تاع الشيكولا، غابره الشيكولا. هكا كنا درناها كامل. شفتوا الوصفه بزاف سهله سهله. إيه وتحبوا تقلبوها اقتصاديا نحي ولا نديروا الشوكولا عادي؟ تقدروا ديروا الشوكولا، ماشي مش شرط تكون شوكولا شوكولا، تقدر تكون بديل الشوكولا عادي وديروها وثاني تصلحها، خاصه لاصحاب المشاريع هذا بزاف مليح. سمحي لي ماما نكمل من بعدك، معليش. سمحي لي انا نحس نسحقيش البيض خلاص. صحيح، هذا هو القوام تاعو، ما لازمش يكون ثقيل بزاف وما لازمش يكون خفيف بزاف. خلاص كان عندي هذه لازم نغسلها نمسحها باش نوسي بها. سمحي لي ماما، دونك نجيبو نحطو براونيز الفلا. لازم ديروا له مثل سوليفان بابي كويسون. بابي كويسون دونك خليه ينحوها هذه، خصنا نكملها. دونك نحطو في بلا يكون القياس تاعو الابعاد تاعو عندنا كاين 20 على 20 وكاين 20 على 25. دونك نحطوه. ماما عطيني طرشو نحاشك. رايحة نفرغو هنا ديجا الشوكولا راهي جمدت باسكو راه شوية برد الحال. هو لو كان يجيكم سائل لو كان تخدموه متخلوش يجمد ليكون درجة حارة المطبخ، تقدروا تلقوه سائل نورمالة ماشي تزيدوا الفارينة ولا تبعوا المقادير اللي عطيتها لكم كامل، اللي هي 3 بيضات كاس ونص سكر، قادر يكون بني قادر يكون نص بني ونص ابيض ولا كامل ديروه ابيض. عندنا نص كاس فارينه، ربع كاس كاكاو، عندنا قرصه ملح، زوج طابليطات تاع شوكولا ولا نقولوا 200 غرام شوكولا، نص 100 غرام شوكولا نواغ و 100 غرام شوكولا اولي. ونديروا ثاني الجوز، عندكم الجوز تحبوا ديروا، انا قلت لكم شت هنا قيمه 5000 على باليش كيف عم تفوت 100 غرام هكذاك ولا 50 غرام 80 غرام كل وحده ذوق تاعها. وكلي ما تحبش دير الجوز ما ديروش نورمال. ومن بعد ما كون ما درتو هنايا عندنا معاونك، حطي معايا مع فرغناه نحطو شوكولا. تحبوا ديروا الكاطو، تحبوا ديروا واش حبي، شغل كل وحده والذوق تاعها ولا ذوق تاع العائله تاعها تاع لا كليونت. تحبوا تعمروا، تحبوا ديروا غير شويه، تحبوا ديروا لي بيبي شوكولا. ماما مو ساي نزيد هنا اوكي خلاص هي بقات هذه. درك نحطوه في الفور في درجه حراره 180 درجه مدة الطهي عندنا من 20 دقيقة حتى 30 دقيقة، كل واحد الفور تاعها. كي تجيبوا الكوردون عادي كيما الكوردون ولا الموس تحطيه تلقيه ناشف بصح فيه الشوكولا باك، فيك تحسي بلي كاين غير الشوكولا ماشي لاباط، ثم راه وجد. دوكا نلتقي وبعد الفاصل ان شاء الله في الاطباق النهائية تاعنا.
مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا نهار اليوم. شكرا، نشكر بزاف الجزائريه انوان على حسن الاستضافه وكامل الطاقم تاعها اللي كان معنا بروفيسيونيل ما شاء الله. الطبق تاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم بالبزاف. الدوش درنا لكم، نعاودكم المينيو، درنا كارنيارك اللي هو طبق تركي باذنجان محشي، درناه لكم مع بالخضره واللحم مرحي مع لاصوص طوماط، درنا البرغل ولا البلي درناه بلاصوص طوماط ثاني على الطريقه التركيه، درنا معاهم هنايا درنا دغيساج هذه ثاني بلاصوص طوماط تاع هذا، وهذه تاع الفخوماج اللي تبلناه ثاني، وهنايا التحليه تاعنا كانت براونيز اللي كانت سهله بزاف وسريعه ثاني. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها، لازم تجربوها. ودغيساج تاعها كان بزاف ساهل، درت هنايا غير شوكولا تارتيني وهنايا شويه فاكهه. اكيد التزيين راح يكون اختياري وكل واحد باش يحب، تحبوا ديروها كيما هكذا كامل، تحبوا ديروها تقطعوها صغيره كبيره، كيما حبيتو، كل واحد واش يحب طريقه التزيين تاعو. وصلنا للنهايه تاع الحلقه تاعنا وشكرا بزاف، صحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. وماما واش تقولي لهم في نهايه الحصه؟ نقول لهم شكرا على الاستقبال الشيق على قناه الجزائر أنوان. كثر خيركم، وهذه أطباقنا اللي قدمناها لكم اليوم، إن شاء الله رمضان كريم، صوموه بالصحة والعافية وشكرا. وما تنساوش تتابعونا في قناة تقوى الطبخ والحلويات، وثاني في تشوفوا الحصة هذه إن شاء الله وتخلوا تعليقاتكم ثاني، وتابعونا في صفحتنا تقوى الطبخ والحلويات. أكيد تجربوهم كما قلت لكم في الأول، إن شاء الله تجربوهم وتبحثوا لي في الصفحة وراح نبارطاجيهم في ستوريات ولا في الصفحة تاعي. وقبل ما نختموا مشاهدينا ما ننساش الشكر الكبير لوالديا البابا بزاف اللي وقف معنا من بدايه المشوار، وماما ثاني كانت هي اللي علمتني وهي اللي كبرتني ووصلتني لهذا المستوى، ونشكرهم بزاف بزاف. والعائله تاعي خواتاتي اختي خاوتي دراري كامل، نشكركم كامل بزاف، ومتابعية تاع شيف تقوى واللي مساندين اللي كانوا اللي يحبونا واللي كان كامل اللي يساندوا فينا، نشكركم بزاف بزاف. وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. وماما واش تقولي لهم ثاني؟ تحية كبيرة كبيرة جدا لزوجي اولادي ربي يحفظهم ان شاء الله، وكامل عائلتي كامل اهل بسعادة، نتمنى لهم ان شاء الله النجاح والرقي، الف 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 مبروك على الولاية. ونشكر بلادي الثانية ولاد دراج لي أولادي وزوجي وكل شكرموني منهم، ربي يحفظكم إن شاء الله جميعا. وشكرا لقناة الجزائر أنوان على استضافة هذه الكريمة القيمة الكريمة، ونشكر كامل الشعب الجزائري، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، سلام بالصحة والهنا وسلام.